يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم. خلونا نبلش اول شيء بقهوه الصبح. اليوم قهوه الصبح عندي اياها جدا مميزه، ولاد اختي كلهم مجموعين عندي، على نور، اسامه، ابو عمر، عمر، كلياتهم مجموعين عند الصبح بيوم العطله. فانا هاليومين اخذت استراحه من الروتينات التقليديه، ما رح نزل روتينات ولا شغل، ولا شغل بيت ولا شغل بالحديقه ولا شيء خالص. رح اتفضل اسامه كمان لانه اجا، يعني هو حرام كل فتره والتانيه لحتى يجي لعندي، اكيد ما رح التهي بالشغل وبشغل البيت وبشغل الحديقه، وبنفس الوقت يعني نقضي وقت مع العيله. فكنت اعذروني هاليومين ما في كتير نشاطات، في وصفات طبعا، في وجبات، يعني هيك شغلات. بس انا لو يصح لي يا بنات، لو ماني ملتزمه بالقناه وهي تعتبر الشغل الرسمي لإلي، كنت وقف تصوير يومين. بس انا ما بقدر وقف تصوير لانه تعتبر القناة بالنسبة لإلي شغل، مثل كأني عم بشتغل بأي شركة، ما لازم غيب، يعني عرفتوا كيف. والمشكلة باليوتيوب إنه إذا وقفتوا يوم واحد بيأثر على القناة، بتهبط عنكم، بتهبط. فلهيك الاستمرارية لأصحاب القنوات المبتدئة، بحب لكم إنه الاستمرارية ثم الاستمرارية ثم الاستمرارية. فلهيك اليوم ما رح نشوف شيء لأنه بدنا نفطر. هلا رح شوف فيكم شو رح نحضر فطور، وبدي اطلع انا واولاد اختي مشوار برات البيت بصراحه اليوم. فاليوم روتين صباحي وافطار عائلي صباحي فقط راح يكون، وان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي بنبلش وبنرجع لروتيناتنا ومهامنا ونشاطاتنا وكل شيء. بس انا هلا اخذت اجازه، استراحه من التصوير، يعني التصوير اذا بدي اصور معكم بصور معكم مده ساعه فقط باليوم لا غير. يعني هلأ مثلا تحضير الفطور بصوره وبوقف التصوير وبلتهي مع عائلتي ومع أولاد أختي. مثلا بكرة بحضر معاكم كمان شغلة ساعة ساعتين تصوير، بوقف التصوير وطول النهار بلتهي معاهم. بس فقط هي الإجازة اللي أخذتها خلال زيارة أولاد أختي عندي. وهلأ خلونا نخلص القهوة. يا بنات، مين عنده عادة القهوة؟ مثل انا مثلا، نحن كعائلتي مثلا اذا كنا بين بعضنا ما بنقدر نسكب القهوه بالمطبخ، لازم ندخل معنا القهوه على الصالون. ما بنقدر ابدا ابدا، لازم تكون القهوه موجوده بالصالون ونسكبها قدام الكل، ونسكبها قدام الكل لحتى انه نشربها. انه اما انه نصبها بالمطبخ وندخلها على الصالون، هي بنعتبرها قهوه بايته، لازم تنسكب ساده اول باول يعني بالصالون. لهيك انا هلا بشيل الركوه، بشيلتها وبحطها هون وبنصبها بالصالون. اما شغله حركات اني اسكبها هون وشيلها واعطي لك كلمه، لا هي معناها. بس يعني عم اوضح حتى اذا اخذت الركوه معي على الصالون، جماعه الاتيكيت يقولوا لي ليش ما صبيتي القهوه وقدمتيها هيك. نحن ما بنحب القهوه الا تنسكب قدامنا مشان تفحفح ريحتها. احط لهم ملبس، احط لهم ملبس، وكمان بحط لهم شوكولا. يلا امري لله، شو بدي اعمل. هلا باخذ لهم اياها لهونيك. واكيد رح شغل لهم بخور كمان مشان بخرون. هذا الفحم سريع الاشتعال راسا بالشغل. هلا صار مشتعل. هذا اسمه البخور الملكي، بنصحكم فيه، ريحته بتجنن. العود الملكي، عفوا العود الملكي. الله على ريحته يا بنات. وهي القهوة جبناها شايفين، ويا عيني. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، وجيتوني وبالبيت نورتوني. نور سنود مني هاي حبيبي، والبيت نورتوني. هي قهوة الصباح يا عيني. وهلا خلونا نحضر الفطور، فرجيكم الكرواسان بجبنا. غالبا الله بجبنا كرواسان جاهز مفرزان بس على الخبيز، بجيبه من معمل مثلجات، ببيعوا مثلجات في نجت وما نجت وشرحات دجاج بالبني، يعني انه جاهزين وبيجوا اسعارهم رخيصه. فالكرواسان بس بنحطه بالفرن مثل ما انكم شايفين، وطيب على الفطور.
ريحته خميرة وزبدة. هذا بالزبدة لأنه قربون شوي مشان كتر الكمية. خليتهم يفكوا شوي صغيرة هيك، حاطهم بالفريزر، خليتهم ليفكوا شوي وبعدين بحطهم بالصينية وبحطهم بالفرن على درجة حرارة 180 وخالص. دول هن الجبنة، نعمل جبنة موتزاريلا مع البندورة. كان بدي ريحان، ما عندي ريحان، عندي زعتر أخضر. جيب البندورة البلدية وكمان نعمل دوائر. هلا رح نحط الجبنة. يوم الفطور لازم يكون مدلل بما انه اسامة هون. فشو رح اعمل؟ رح اشيل قطع الجبنة احطهم هون وبس، بحط لهم عنب. وهيك خلصنا الصنف الثاني من الجبنة. هلا خلينا نبلش بتحضير بقية الحواضر. نقسم نص جبسية لنشوف شو حظنا منها. حمرا الحمد لله، لون أحمر.
وهلا يا صبايا شوفوا، بدي اعمل لكم وصفه بيض كتير 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 طيبه لكم. شو هي وصفه البيض؟ هي كنا نعملها عندنا بالمزرعه بسوريا وقت يكون عندنا فليفله حمراء كتير، يكون عندنا بندوره كتير، وبيض تازه من الدجاجه مباشره طالع. فيوم نعمل جوز مص ببندوره، ويوم نعمل هي الاكله، اكله بيض بفليفله وبصل. بتكتروا فليفله وبتكتروا بصل. ولا بقول لكم الطريقه. اول شيء خلونا نفرم البصله، تفرموها ناعم تفرموها خشن، هذا الشيء بيرجع لكم. المهم نفرم بصله كبيره محترمه، واذا بدكم بصلتين، هي كل ما كترت فليفلتها وبصله بتطلع كثير طيبه. المهم خالص البصل، هلا نرجع للفليفله. فليفله حمراء، حصرا حمراء، كونه هلا موسم الفليفله الحمراء لازم تجربوا هاي الوصفه. هي بتشبه الجزمز وبتشبه الشكشوكه بس ما فيها بندوره خالص، بتجي ناشفه مع الفليفله، البيض بيجي ناشف مع الفليفله، وهيك خلوا الفليفله تكون بلديه حمراء، يا عيني بتطلع نكهتها غرام. والبهار الوحيد اللي بدكم تحطوه هو الفلفل. كمان نفرم الفليفله ناعم، وبعدين ناخدهم هيك بنفرمهم ناعمين. كتروا كتروا فليفله بنات، واذا كان هيك في فليفله فيها عرق حدوديه الله اكبر غير الشكل. هلا بقلكم طريقه كيف. خالص خلصنا من الخضره، خلونا نروح على المقلايه. وهي اجا كمان محمود على الفطور معنا، حماته بتحبه بتموت فيه. لا محمود حسيت في خيانة، اجت شمت ريحة الخيانة مو؟ يلا كل ما كتروا الناس على الفطور كل ما صار الفطور أحلى وأطيب. هلا إيه يا بنات، بنرجع للوصفة. بنخفق بيض بس ما بدنا نكتر بيض، يعني لهالكمية اللي عملتها أنا شي 4 أو 5 بيضات مو أكثر. في عالم بدهم بيض مسلوق عم بسلق لهم بيض، وعالم بدهم، أنا مو عالم، أنا بدي أعمل لهم هي الوصفة اليوم دللهم بالفطور. المهم خلصنا. ليش ما هي حطينا بيضة خامسة، وهلا بنحط بس رشة ملح. جينا كترنا ملح يا بنات، كترنا بس عادي لأنه الخضرة عندنا كثيرة. هاي البيض صار على جناب، وهلا بنجيب البصل وبنحطه، بنخليه لحتى يدبل هو الفليفله. المهم يا صبايا بنضل عم نحركهم ليدبلوا، ومجرد ما دبلوا معنا بننزل عليهم البيض. بس قبل ما ننزل عليهم البيض شو بدنا نحط؟ كتروا كتروا فلفل اسود، الحب الاسود. لاقيه هذا مو فلفل، ليه ما حطيت هذا الفلفل؟ المهم نكتر فلفل، هي لازم تطلع هيك مفلفله مفلفله وحده شويه، بس انا ما عندي فلفله حده. بجي بكتر الفلفل وهيك، يا سلام. ومجرد ما دبلوا معنا بنسقط بقى البيض عليهم، نحن حطينا ملح بالبيض. وهي بنات دبلوا البصلات، هلا بننزل البيض وبس، نخليه يتفرفط وتفرفط. هي ما لازم يكون انه مثل الشكشوكه ماسك البيض على البندوره، لا بدها تفرفط وتفرفط هي خالص. نضل نحركهم لحتى يتفرفطوا. وبدي تاكلوا جنبها ازح بصل. وهيك بيكون صار شكله جاهز، بنحطه على جنب.
نطلع الكرواسان. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، ريحته وصلت لاخر الحاره يا بنات، لاخر الحاره وصلت ريحته. يا عيني يا عيني يا عيني، شايفين؟ هلا بنلقى بنمسكه، وهلا بقى بنشيلهم. شوفوا ما احلاهم يا عيني. في وحده احترقت لاني حطيتها فوق الغاز، عم سفله احترق شوي بس مو مشكله. يلا خذوا نقلو، نقلو يا بنات يا شباب، عفوا بنت وحده وشباب. يلا وهذا هو فطورنا لليوم يا صبايا، مثل ما انكم شايفين الله يديم علينا النعم ويحفظهم الزوال. الكرواسان ريحته بتشهي بتشهي القلب والله، غير الشكل ريحته ما شاء الله. وهلا رح نفطر ان شاء الله ونشوف شو بدنا نعمل بقية النهار.